في سياق متصل أيضا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر والعراق متفقتان على الحفاظ على حقوقهما المائية باعتبارها من أساسيات الأمن القومي العربية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد. التعاون الاقتصادي ما بين البلدين إن شاء الله يشهد دفعة كبيرة في خلال المرحلة القادمة. يمكن أنا بأكد في النهاية مرة أخرى على أن احنا توافقنا على أن قضية الأمن المائي للدولتين باعتبارهم دولتي مصب هي قضايا أمن قومي مشتركة، وبنؤكد تماما على أن مصالح الدولتين في الحفاظ على مواردهم المائية ده شيء يعني يمس الأمن القومي العربي، وبالتالي ضرورة أن يتم مراعاة دائما مصالح الدولتين فيما يخص من مواردهم المائية إن شاء الله.